السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمر انتخابي مسلمي البلاد واصفا إياهم بالمتسللين. وجاءت تصريحات مودي في أعقاب حديث لمسؤولين في حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة الهندية، قالوا فيه إن المسلمين يجب أن يحصلوا على نصيب كبير من حصص التنمية في البلاد. ودفعت تصريحات مودي بشأن المسلمين حزب المؤتمر المعارض إلى تقديم التماس إلى لجنة الانتخابات لاتخاذ إجراءات بحق ناريندرا مودي، معتبرا تصريحاته مرفوضة تماما. ويرى مراقبون أن تصريحات مودي التي يهدف من ورائها إلى كسب مزيد من الأصوات الانتخابية قد تهيئ الأرضية لأعمال عنف قد تصل إلى أعمال إبادة ضد مسلمي الهند. نتوقف في هذه الحلقة من حديث العرب مع هذه التطورات في الساحة السياسية الهندية لنبحث الأسباب الجوهرية وراء تصريحات مودي العنصرية ضد المسلمين والقيمة السياسية لمواقف أحزاب في المعارضة الهندية رافضة لسياسة رئيس الحكومة ضد المسلمين وسبل مواجهة هذه السياسة في المجتمع المسلم الهندي. التفاصيل بعد متابعة التقرير. متسللون ودخلاء، هكذا وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي المسلمين في بلاده. مودي كان يتحدث في مؤتمر انتخابي مهاجما حزب المؤتمر الهندي الذي يعد حزب المعارضة الرئيسة في البلاد بالقول إن حزب المؤتمر إذا فاز في الانتخابات فإنه سيعيد توزيع الثروة في الهند على من وصفهم مودي بالمتسللين والدخلاء ومن لديهم الكثير من الأطفال، في إشارة إلى المسلمين في الهند. تصريحات مودي لقيت انتقادات واسعة وشكاوى قانونية عديدة إلى لجنة الانتخابات، إلا أن اللجنة لم تحرك ساكنا حتى الآن. وبحسب مهتمين بالشأن الهندي فإن لجنة الانتخابات لم تبد اهتماما باتخاذ موقف من تصريحات مودي التي وصفتها المعارضة بالمتطرفة والمحرضة على الكراهية الطائفية والدينية. ومنذ توليه السلطة في الهند سنة 2014 فاقمت سياسات مودي اليمينية من الانقسامات الطائفية في المجتمع الهندي، فالرجل لا يدخر جهدا في مناصبة المسلمين العداء، ولا أدل على ذلك من إقرار قانون المواطنة الذي من شأنه نزع الجنسية الهندية من ملايين المسلمين هناك بزعم أن أصولهم تعود إلى باكستان وبنغلاديش، بينما يمنح نفس القانون الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد فقط إذا كانوا من غير المسلمين. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مودي ينتمي إلى حركات هندوسية متطرفة ترى وجوب إزالة كل أثر إسلامي في البلاد وتخيير المسلمين بين العودة إلى ما تراه هذه الحركات أصولا هندوسية لهم أو مغادرة البلاد إلى أي مكان آخر، الأمر الذي يفرض تحديات وجودية جادة على مسلمي الهند الذين يقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، لا سيما أن حزب بهارات يا جناتا الذي يقوده مودي من المرجح بحسب بعض المراقبين أن يفوز للمرة الثالثة في الانتخابات العامة التي تنتهي بعد عدة أسابيع. موضوع الحلقة نبحثه مع ضيفينا الكريمين عبر زوم من نيودلهي في الهند، الدكتور ظفر الإسلام خان رئيس مفوضية الأقليات في دلهي سابقا، وعبر سكايب من اسطنبول محمد سرحان الباحث في شؤون الأقليات المسلمة. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. نبدأ من نيودلهي. دكتور ظفر، عندما يتحدث رئيس حكومة يفترض أنه يمثل كل الهنود يتحدث عن فئة من هذه من الهنود بأنهم متسللون ويقصد المسلمين وبأنهم يمتلكون أطفالا أكثر من غيرهم، يعني بهاتين الصفتين، ما الذي ينبغي أن يفهم عن ثنايا هذا الكلام؟ ما الموجود في ثنايا هذا الكلام؟ في الحقيقة السيد مودي يمثل أيديولوجية معينة، الأيديولوجية التي تسمى هنا بالهندوتوا أو الحركة الهندوسية السياسية. هذه الحركة منذ قرن تقريبا قرن كامل الآن تنادي بأن المسلمين والمسيحيين هم أجانب وهم ضيوف وليس لهم هنا في الهند إلا من حقوق
إلا الحقوق التي تعطى للضيف، هذا شيء قديم. ولكن السيد مودي بما أنه رئيس الوزراء ويحمل منصب دستوري لا ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن يبدو أنه بعد الجولة الأولى في الانتخابات التي بدأت عندنا قبل أيام، يبدو أن المخابرات قدمت له تقريرا بأن حزب الشعب ربما لا يفوز في الانتخابات القادمة، لأن كما يفهم هنا في الهند أن في الجولة الأولى في الانتخابات حزب مودي لم يحصل على الأصوات التي كان يظن أنه سيحصل عليها، ولذلك السيد مودي عاد إلى الكلام الذي كان يقوله قبل أن يصبح رئيس الوزراء عندما كان كبير وزراء ولاية جوجرات. في ذلك الوقت كان يقول مثل هذا الكلام، ومعروف عنه مثلا في أحد المرات بعد مذابح فبراير 2002 التي يقال أنه دبرها، أنه هو المهندس الرئيسي لها، هو أولا رفض تقديم أي معونة للنازحين الذين نزحوا، المسلمين الذين نزحوا من أحياء ومن من 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 من, من, من قرى وجاءوا إلى مخيمات تقريبا 100,000 شخص. هو رفض أن يعطيهم أي مدد، وقائلا أنها مصنع الأولاد أو مصنع المواليد حسب قوله. وفي ذلك الوقت كان يرفع شعار معين، نحن 5 ولنا 25، هذا معناه أن كل مسلم يتزوج بأربعة وعنده 20 ولدا، هكذا كان يفهم. فمثل هذه الأشياء كان يقولها قبل أن يصبح رئيس الوزارة، ولكن بعد أن أصبح رئيس الوزارة كان مفهوما أو كان مطلوبا أن لا يدلي بمثل هذه الأشياء، بينما وزراؤه ونواب حزبه وزعماء حزبه يقولون مثل هذا الكلام. يعني مثلا الشخص الذي هو الآن وزير الإعلام عندنا في انتخابات 2019 رفع شعار يعني اضربوا يعني اطلقوا النار على على الدخلاء، مثل هذا الكلام قال في جلسة انتخابية عامة. نعم. ومعروف حتى التسجيل موجود. طيب، فالسيد مودي الآن عندما يقول هذا الكلام معناه أنه يخاف أن حزبه قد لا يفوز، ولذلك جاء بهذه الكذبة. جيد، هذه النقطة يعني مهمة، أريد أن أبني عليها دكتور ظفر لأسأل ضيفنا في إسطنبول سيد محمد، هل ما قاله ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي ينبغي أن يثير القلق بشأن واقع ومستقبل مسلمي الهند، أم أنه لا يعد أن يكون تصريحا شعبويا هدفه فقط كسب مزيد من الأصوات في ظل وضع انتخابي مضطرب بالنسبة لحزبه؟ هو في الحقيقة له عدة أبعاد يمكن البناء عليها أو قراءة مثل هذه التصريحات من رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي وصف بها المسلمين بالمتسللين أو الدخلاء. يعني أول يعني بعد هو كما أشار الدكتور ظفر هو فكرة أنه هذه التصريحات نابعة من شخصية ذات منصب سياسي أو أكبر منصب سياسي في البلاد، وليست نابعة من مجرد مرشح معارض أو مجرد مرشح للانتخابات. وبالتالي فكونها يعني صادرة عن رئيس الوزراء هذا المنصب المعروف في البلاد أو المنصب السياسي المعروف، إنما هي تعبر عن توجه عام لمثل هذه السلطة في نظرتها للمسلمين أو غير الهندوس بشكل عام. فهذه يعني هذا البعد ينبني عليه مخاطر كبيرة تعبر عن السياسة الهندية في ظل حكم حزب الشعب الهندي تجاه المسلمين أو الأقليات، طبعا المسلمين بالدرجة الأولى. البعد الآخر هي أنها تعبر عن يعني كما أشار الدكتور ظفر فكرة أنه يعني المغازلة، يعني فكرة أن يعني جذب الأصوات الهندوسية كتعبير عن القلق من مثل هذه التقارير
الصادره بعد مثلا الجوله الاولى، ولكن هي ايضا تعبر عن، ربما تعبر عن فكره يعني الامان من اي مساءله، يعني هذا المنصب السياسي وانما يصف مكون رئيسي من ابناء المجتمع الهندي بالدخلاء او المتسللين، وبالتالي هو يعبر عن فكره الامان او عدم خشيه اي مساءله ازاء هذه التصريحات. وايضا هي يعني استكمال لسياسه حزب الشعب الهندي او السياسيين الهندوس في نظرتهم للمسلمين، فسبق وان وصف ايضا وزير الداخليه اميت شاه المسلمين بالنمل الابيض وغير ذلك من التصريحات الصادره او التصريحات الطائفيه والعنصريه الصادره عن العديد من السياسيين التابعين لحزب مودي في العديد من المناسبات سواء الانتخابيه او السياسيه يعني. طيب اعود مره اخرى للدكتور ظفر، برايك اذا ما حاولنا ان نحلل اكثر هذه التصريحات التي تاتي من اهم رجل الان في الهند يستلم منصبا يدير البلاد ويفترض ان يكون يقف على مسافه متساويه من الجميع، هل برايك عندما يقول ناريندرا مودي هذا الكلام بانه قد ملأ يده تماما من اي معاتبه او اي لوم او اي معارضه او حتى اي حساب من خارج الحدود؟ نعم، قبل أن أرد على هذا السؤال أريد أن أسلط الضوء على هذه الكذبة. هو يقول أن حزب الشعب، حزب المؤتمر يقول هذا الكلام وهو غير صحيح، فحزب المؤتمر قد اشتكى إلى مفوضية الانتخابات، ولكن المفوضية، هذا طبعا رد على سؤالكم، المفوضية الآن فيها 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وهم 3 من الذين جاء بهم السيد مودي وانتخبهم من أشخاص يؤمنوا بأنهم لن يقفوا ضد الدور. المفوضية عندنا تتمتع بصلاحيات كبيرة جدا فوق الحكومة حتى، يعني خلال الانتخابات الشهرين خلال الانتخابات المفوضية تستطيع أن تفعل ما تريد، ولكن المفوضية بما أن هو جاء بهذا برئيس المفوضية و عضوي المفوضية من الأشخاص الذين يعتمد عليهم وهو من الذين جرب سابقا أنهم يقفون معه، فهم لا يعملون أي شيء. وحتى قبل منذ 3 أيام الناس اشتكوا وأنا منهم، اشتكينا إلى مفوضية الأقليات، ولكن المفوضية لم تقم بأي شيء حتى الآن. هي تستطيع على الأقل أن تمنع السيد مودي من مخاطبة المهرجانات الانتخابية على الأقل، تستطيع هي أيضا تستطيع أن تصدر قرار بإلغاء انتخابي، وتستطيع أن تصدر قرار بإلغاء كل الانتخابات لأنه أثر في كل الانتخابات. ولكن من المعروف أن هذه المفوضية في وضعها الحالي هي رهن إشارة السيد مودي ولن تعمل أي شيء. ونفس الشيء بالنسبة لكل المؤسسات في الهند الآن. السيد مودي خلال 10 سنوات وضع أناسا يثق فيهم في كل مكان، يعني في المحاكم، في البرلمان، رئيس البرلمان مثلا الذي قال، الذي أسقط عضوية راهول غاندي بأتفه الأسباب، وأسقط عضوية عضوة أخرى اسمها مويترا التي كانت هي من أشجع وأجرى الذين كانت تتحدث ضد مودي في البرلمان، وأيضا حتى العضوية 141 عضوا من أعضاء المعارضة. فكل هذه المناصب الآن، الشرطة وما إلى ذلك، كلها السيد مودي وضع فيهم أناسا يثق فيهم تماما، ولذلك هو لا يخاف من أن يكون هناك أي شيء. فقط الشيء الوحيد الذي يمكن ان يخاف انه قد لا يفوز في هذه الانتخابات، ولكن عنده طبعا اساليب اخرى وهو اللعب بماكينات الاقتراع، يستطيع ان يلعب فيها، ويستطيع ايضا ان يشتري ذمم النواب سواء في البرلمان او المجالس التشريعيه، وقد اشترى ذمم اكثر من 400 شخص خلال هذه السنوات العشره، فهو يستطيع ان يجتاز اي حد، لا توجد عنده حدود، هو يستطيع ان يفعل اي شيء، ومع ذلك سياتي ويقول للناس والاعلام هنا طبعا شيء اخر، انه استطاع ان يشتري او يدجن الاعلام الهندي كله تقريبا الان،
فلا لا يعرف الآن إلا ما يقوله هو. حزب المؤتمر الآن يعني يصرخ بأننا لم نقول هذا الكلام الذي ينسبه السيد مودي إلينا، أننا سنعطي كل مقدرات الهند للمسلمين، ولكن هو يردد هذا، ردد هذا قبل 3 أيام، ثم في اليوم التالي، ثم في اليوم التالي، يعني من 3 أيام هو يقول هذا الكلام، وهو لا يخاف من أن هناك أي سلطة حتى المحكمة العليا لا نظن أن سوف تقف ضده، لأن في مثل هذه الأمور حتى المحكمة العليا تظل ساكتة. لكن بعض المراقبين، وهنا أسأل السيد محمد سرحان في إسطنبول، بعض المراقبين قال بأن تصريحات مودي يمكن أن تشكل أو تهيئ أرضية مناسبة لسياسة اضطراب ممنهجة في الهند، الهدف النهائي منها إيقاع إيذاء شديد بمسلمي الهند. إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية ولماذا؟ هو في الحقيقة أساساً الاضطراب موجود منذ يعني تقريباً 10 سنوات بدرجة كبيرة، يعني منذ مجيء حكومة حزب الشعب الهندي بقيادة ناريندرا مودي، وبالتالي هذا يعني مرت الهند بالعديد من الاضطرابات الطائفية التي جاءت نتاجاً لإجراءات سياسية عديدة اتخذتها السلطة الهندية تجاه المسلمين. يعني اولا ما يتعلق مثلا بالاجراءات السياسيه الخاصه بالمساجد، مثلا فكره طبعا الاستيلاء على المساجد التاريخيه وبزعم انها بنيت على معابد هندوسيه، وطبعا تحويلها الى القضاء، وبالتالي يتخذ العديد من السنوات ثم ينتهي بفكرة الاستيلاء على هذه المساجد مثل ما حدث مع مسجد بابري. وبالتالي أيضا التصريحات السياسية من سياسيين ومن مودي ذات نفسه، هذه يعني أججت خطاب الكراهية في الإعلام وفي المؤسسات، انبنى عليها كراهية عملية في الشارع، اعتداءات، تعرض المسلمين للعديد من الاضطرابات والاعتداءات الطائفية سواء في دلهي في فبراير 2020 وغيرها من الولايات، وبالتالي فالاضطراب موجود في النهاية، وإنما هذا المناخ يعني يزيد ويقل حسب الخطاب السياسي. وبالتالي هذه الإجراءات، نعم هذه التصريحات للأسف طبعا قد ينبني عليها مزيد من العداء تجاه المسلمين، لأنه فكرة أن يعني أنت يعني تبني في عقول المغيبين من غوغاء الهندوس أن هؤلاء المكون الثاني في البلاد وهم المسلمين، وأن تصفهم وتعتبرهم من الدخلاء والمتسللين، هذا بالطبع يؤجج الكراهية بشكل أكثر تجاه المسلمين، أيضا يدفع إلى مزيد من الأعمال العدوانية في الشارع التي يتعرض لها المسلمون في الأحياء السكنية التي يقيمون فيها، أو إزاء المساجد أو المدارس. وأيضا وجدنا أنه يعني نتج عنه العديد من الإجراءات أيضا من حكومات الولايات المحلية التي يقودها حزب الشعب الهندي باتخاذ إجراءات ضد المسلمين، سواء ما يتعلق بمنع الحجاب أو التضييق على المدارس الأهلية الإسلامية وغيره من مظاهر التضييق. فهذا التضييق أو هذا الاضطراب موجود، نعم، وهو مرشح أيضا للتصاعد إذا ما أسفرت هذه الانتخابات عن فوز حزب الشعب الهندي. طيب مشاهدينا الكرام، ما زال في الحديث بقية تأتيكم بعد وقفة قصيرة. صدر حديثا عن مؤسسة البصائر للدراسات والنشر كتاب المقاومة العراقية تاريخ لا يسرق ولا يزور لمؤلفه العقيد الركن حاتم الفلاحي، كتاب يؤرخ المقاومة العراقية الباسلة للاحتلال الأمريكي وينقض ما نسجه خيال بعض المتوهمين عنها وما أثاروه من تشكيك وتشغيب. حياكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي هاجم فيها المسلمين واصفا إياهم بالمتسللين. دكتور ظفر، حزب المؤتمر المعارض وهو أكبر أحزاب المعارضة في الهند اتخذ مواقف مناهضة لسياسات رئيس الحكومة حقيقة، هل هناك أحزاب في المعارضة تدعم توجهات حزب المؤتمر المعارض، أم أنه وحيد في ساحة معارضة
مودي وخصوصا في سياسته تجاه الأقليات في البلاد؟ لا، هناك عشرات من الأحزاب، في الحقيقة تقريبا 40 حزبا كونوا كتلة معارضة في هذه الانتخابات. هناك كتلة يتزعمها حزب الشعب الذي يزعمه سيد مودي، وهناك كتلة أخرى مقابلة لها يتزعمها حزب المؤتمر. فهناك كتلتان تقريبا متساويتان الآن تقريبا إلى حد ما، ولكن هناك أحزاب صغيرة أخرى أيضا كثيرة، وهي في الحقيقة تفسد اللعبة، وربما يعني بأساليبها وعملها الانتخابي وبأنشطتها سوف تساعد حزب المؤتمر. لكن هاتان دكتور ظفر، هاتان الكتلتان المعارضتان له، هل كتلتان تحظيان بقيمة سياسية معتبرة في البلاد؟ لا لا، لهم قيمة معتبرة، ولكن السيد مودي لا يؤمن بأي قانون ولا يؤمن بأي عدل وإنصاف. فما الذي قام به يعني قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع فقط؟ طبعا هو معناه الأجهزة التي تتبعه قامت بتجميد حسابات حزب المؤتمر. الآن حسابات حزب المؤتمر مجمدة، وأيضا رفعت قضاوي باسم الضريبة، يعني عدم دفع الضريبة، وخصمت من حساب حزب المؤتمر أكثر من 500 مليون دولار. الآن حزب المؤتمر حسب ما يقول سيد راهول غاندي رئيس أو زعيم حزب المؤتمر بيقول ليست عندنا أموال حتى لنشتري تذاكر القطارات. فهذا هو أسلوب السيد مودي في 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 التعامل مع المعارضة. اثنين من كبار زعماء المعارضة، كبير وزراء ولاية دلهي التي أنا فيها، هي أيضا ولاية، هو معتقل الآن بتهمة يعني قضايا مالية مشكوك فيها، وأيضا كبير وزراء ولاية جاركند ولاية أخرى في الشرق هو أيضا معتقل، وزعماء كثيرين ونواب معتقلون الآن. السيد مودي لا يخاف من أي شيء، يعني هو أطلق عنان الوكالات. هناك عندنا وكالات، وكالة لمكافحة الضريبة، وكالة لمكافحة غسيل الأموال وما إلى ذلك، مثل هذه الوكالات، وكالة محاربة الفساد، محاربة الإرهاب، 19 وكالة حكومية هي كلها تتبع السيد مودي أو تتبع وزارة الداخلية التي يقودها الآن السيد عميد شاه، وهو اليد اليمنى للسيد مودي. هو أطلق هذه الوكالات ضد زعماء المعارضة، فمنهم النواب معتقلون، اثنين من كبار يعني رؤساء الحكومات الإقليمية معتقلان الآن، وكثيرون في الحقيقة معتقلون. قبل الانتخابات، قبل أسابيع وقبل شهور من الانتخابات عمل هذه الأشياء وجمد حسابات حزب المؤتمر، فهو يستطيع أن يقوم بأي شيء، يعني لا يخاف من أي شيء في الحقيقة، لأن كل يعني المناصب الرئيسية هنا في البلد وضع فيها أشخاص يعتمد عليهم، هو لا يخاف، هو ربما يخاف فقط من أن لا يفوز في هذه الانتخابات. لو كانت انتخابات حرة، نعم هو لن يفوز، ولكن لن تكون حرة، لأنه يستطيع أن يلعب، يستطيع أن يشتري ذمم الناس، ويشتري حتى بعد الانتخابات يشتري أن 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 يشتري النواب. هذه الأشياء يعني معروفة هنا منذ 10 سنوات، ربما في الصحافة العالمية لا تذكر هذه الأشياء، ولكن نحن هنا نعيش هنا ونرى هذا. أي شخص يعني يتحدث شيء أو يكتب شيء، أنا منهم، أنا يعني حاولوا اعتقالي ودهموا بيتي ومكتبي، ومن هؤلاء آلاف من الناس الذين يستطيعون أن يقولوا أو يقولون أو يكتبون أو يرفعون صوتهم، كلهم ملاحقين في ظل حكومة السيد مودي. هو لا يخاف من أي شيء في الحقيقة. طيب نعم، لكن هذا على المستوى الداخلي، لكن ماذا سيد محمد في إسطنبول على المستوى الخارجي؟ لماذا برأيك تغيب المساءلة العربية والإسلامية عن مودي؟ لماذا لا تستعمل ورقة الاستثمارات الاقتصادية العربية الكبيرة مع الهند لثني مودي عن سياسته المناهضة للمسلمين في البلاد؟ هو في الحقيقة يعني هذه الدعوات أو هذه المطالبات أو
هذا الرجاء أن يكون هناك موقف أو تحرك سياسي من الدول العربية إزاء هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الهندي، أو حتى قبلها من تصريحات سابقة أو إجراءات سابقة ضد المسلمين، للأسف هي تبقى طي الرجاء يعني فقط، لكن عمليا لم ينتج هناك أي خطاب أو حراك من هذه الدول. سبق وأن تمت تجربة مثل هذه الدعوات في وقت الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان وقتها كان هناك حراك شعبي ملحوظ في العالم العربي ضد الإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن على المستوى السياسي لم تكن هناك التحركات التي من شأنها أن تثني الحكومة الهندية أو ناريندرا مودي عن مثل هذه السياسات، أو تجبره على التراجع عن التضييق على المسلمين أو يعني وصمهم بالعديد من الأمور مثل الدخلاء أو المتسللين وهكذا. وبالتالي أيضا يتوازى مع هذا انشغال العالم العربي حاليا في الأزمات الداخلية وما يتعلق طبعا بالحرب على غزة وهكذا. لكن للأمانة أولا يعني العلاقات الهندية الأمريكية تلعب دور كبير في هذا، فكرة المساندة والدعم، أيضا فكرة مواقف الدول العربية التي يعني لم تنتبه كثيرا إلى الواقع الداخلي للمسلمين في الهند، وبالتالي لم يكن هناك أي حراك سياسي يذكر من هذه الدول العربية في فكرة أو في إطار يعني التخفيف عن المسلمين من خلال التهديد أو التلويح بورقة الاستثمار والعلاقات الاقتصادية. طيب دكتور ظفر، سياسات مودي برأيك وتصريحاته الأخيرة هل يمكن أن تكون سببا مباشرا في انفلات الشارع الهندي ضد المسلمين، أم أن المعارضة هنا يمكن أن تكون عاملة ضبط وموازنة بحيث تكون الأمور تحت السيطرة، ما يمثل حماية في نهاية المطاف للمسلمين؟ في الحقيقة أولا سيد مودي أو حزبه لا يحكم كل الولايات، يعني هي ربما تحكم 15-16 ولاية وعندنا 27 ولاية، فهو لا يحكم كل الهند، يعني هناك ولايات يحكمها أحزاب أخرى، وفي هذه الولايات ليست هناك مشاكل، ليست هناك أشياء، ولكن في الولايات التي يحكمها حزب الشعب هناك يتم تدمير المدارس الدينية، تدمير المزارات والمقابر، وتدمير المساجد، وتحريم الحجاب، ومثل هذه الأشياء، يعني كل يوم تحدث هذه الأشياء في الولايات التي يحكمها حزب الشعب، فهذا سوف يستمر بوتيرة أحيانا خفية وأحيانا بوتيرة يعني كبيرة بحيث محسوسة، فحسب الضرورة، يعني لو اقتربت الانتخابات المحلية المجالس التشريعية أو الانتخابات البرلمانية هذه الأشياء تزداد حسب حاجة الحزب إلى هذه الأشياء، لأنه يرى أن هذه الأشياء تساعد على استقطاب الناخبين، يعني يرسل رسالة إلى الهندوس بأنني أحميكم من المسلمين وأنا حامي مصالحكم، ولذلك لابد أن تصوتوا لنا. مثل هذه الرسالة يرسلها الحزب عن طريق هذه الأعمال، فهي سوف تستمر ما دام هذا الحزب موجودا في الحكومة. أما لو لم يفز الحزب في الانتخابات الحالية التي تجري الآن فالأمور سوف تتغير إلى حد ما، ولكن المشكلة أن هذه الأفكار، هذه الأيديولوجية الآن أصبحت شائعة الآن حتى بين الأحزاب الأخرى غير حزب الشعب، ولذلك تأثيرها سيبقى لوقت طويل ولن يزول بسهولة، ولكن سوف يكون هناك فرق وسوف تخف هذه الهجمات عندما يغيب هذا الحزب. ذكرت نقاط مهمة دكتور ظفر عن موضوع أنه ترسبات هذه الترسبات في ذهنية الأحزاب الأخرى، والتي قد تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تزال من رؤوس الهنود. وهنا أسأل السيد محمد في إسطنبول، إزاء هذا التصاعد في موجة المعاداة للمسلمين وهذه التأثيرات السياسية من قبل كبار المسؤولين الهنديين على الشارع الهندي، أي مستقبل ينتظر مسلمي الهند برأيك؟
هو صراحة يعني المسلمين الهند في وضع لا يحسدون عليه، لأنه هذه العدوى الطائفية التي انتشرت يعني في فكرة الخطاب السياسي الطائفي الذي استخدمه حزب الشعب الهندي بقيادة ناريندرا مودي، وبالتالي وجدت بعض الأحزاب الأخرى أن روشتة ناجحة لمثل هذا الخطاب أن تتبناه لفكرة أن تجذب الصوت الهندوسي إليها أو الصوت يعني الشارع إليها، وبالتالي أصبحت عدوى، وهذه العدوى طبعا بلا شك تؤثر على الشارع يعني بشكل طبيعي، وبالتالي هذا الوضع جعل المسلمين في الهند رغم أنهم المكون الثاني في البلاد ورغم أنهم لا يتمتعون بنسبة غير قليلة، يعني طبعا نحن نتكلم عن 14 إلى 15% من إجمالي عدد السكان، لكن هذا للأسف لا يبشر بخير بالمستقبل الذي ينتظر المسلمين. كما ذكر الدكتور ظفر فكرة أنه إذا نجح هذا الحزب الحالي حزب الشعب الهندي طبعا سيتصاعد هذا الخطاب، وبالتالي ستكون هناك أو ربما تنفلت الأمور إلى مزيد من الاضطراب أو العداء الصريح، سواء من حيث الإجراءات والسياسات الرسمية وأيضا من حيث الاضطرابات والاعتداءات في الشارع. أما إذا يعني لم يقدر لهذا الحزب الفوز في هذه الانتخابات، نعم سيبقى الخطاب العنصري موجود، ولكنه طبعا سيخفت شيئا فشيئا إلى حين أن تتم إعادة ترتيب الأمور بشكل يعيد التجانس والتعايش وفق المشهور في الهند وهي التعددية الهندية. لكن هذا الوضع في الأساس طبعا يمثل تهديد للمسلمين في الهند، يمثل تهديد خاصة للمسلمين الذين يتواجدون في الولايات التي يعني استشطت فيها هذه العدوى من الطائفية والعنصرية، وبالتالي كان هناك لها مظاهر في الاعتداءات التي وقعت من وقت لآخر في مناطق مختلفة، وأيضا نتج يعني عن ذلك تمثل في فكرة إنه هذا العداء في الشارع من رجل الشارع البسيط أو المغيب التابع للخطاب الهندوسي الطائفي نتج عن طبعا الخطاب السياسي في الأساس والرسمي في الأساس الذي كان دائما ما يستخدم تصريحات أو خطاب يعني عنصري أو طائفي ضد المسلمين. وبالتالي فالمسلمين في الهند نعم وإن كانت كتلتهم كبيرة، نحن نتحدث تقريبا عن 200 مليون مسلم، ولكن يعني يعيشون في وضع التهديد، بعضهم يعني بعض الناس في الفترات الأخيرة أو السنوات الأخيرة فكر في اللجوء إلى السفر للخارج أو غيره، ولكن لا تستقيم الأمور بهذه الأوضاع أو بهذه الطريقة أو بهذا الخطاب السياسي العنصري، وإنما لابد في يعني من البحث عن حلول حقيقية، يعني سواء طبعا التكالف أو الائتلاف مع الأحزاب المعتدلة والخطاب المعتدل. هذا سأعود إليك لأسألك عنه نعم. سيد محمد بعد قليل ما خياراتهم، لكن قبل ذلك أذهب مرة أخرى إلى نيودلهي لأسأل الدكتور ظفر. المسلمون لديهم شخصيات كبيرة وسبق وأن تسلموا مناصب مهمة ورفيعة في البلاد. برأيك اليوم لدينا حزب المؤتمر وهو أكبر أحزاب المعارضة ولديه كتلة شعبية في الشارع الهندي، هل يملك المسلمون البنية السياسية المؤهلة للإفادة من وجود معارضة سياسية قوية لسياسات مودي القومية؟ هل يملكون القدرة على الإفادة من هذه وتوظيفها بما يعود بالفائدة عليهم وتقليل آثار السياسة القومية لرئيس الحكومة؟ نعم، لدينا بنية اجتماعية موجودة، ولدينا منظمات، ولدينا مؤسسات، ولدينا حتى جامعات أهلية يملكها المسلمون، وكليات بالآلاف، و مدارس بعشرات الألوف، هذه الأشياء موجودة. ولكن عندما تجد أن الحكومة تقف ضدك، أن الحكومة تشعل النيران، وأن الحكومة تقول للإنسان العادي أن المسلم خطر، أن المسلم لا يمكن أن يؤمن به، وأن المسلم حتى يعني بطريقة معينة يقولون أنه ليس أمينا للبلد، فهذا طبعا يعني يعطي انطباع سيء لكن جدا. دكتور ظفر معذرة، هذا عن خطاب الحكومة، لكن البنية السياسية لمسلمي الهند، أين الشخصيات السياسية الكبيرة من المسلمين في الهند؟ ما الذي يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة من مستقبل المسلمين في البلاد؟ لا، ليست عندنا بنية سياسية بالمعنى الصحيح، عندنا أحزاب
صغيرة، عندنا أحزاب يعني حزب الرابطة الإسلامية مثلا عندها تقريبا 4 نواب لا يمثلون شيئا كبيرا في البرلمان، لأن البرلمان فيها 543 عضوا. وعندنا أيضا بعض الأحزاب الأخرى حزب له نائب واحد أو حزب آخر عنده نائبين أو 3 هكذا، يعني بالكثير في البرلمان المركزي يصل عددنا في الوقت الحالي هذا البرلمان الذي يعني انتهت مدته الآن كان فيه 24 عضوا فقط من المسلمين، بينما ينبغي أن يكون لنا تقريبا 80 و90 وحتى 100 عضو في البرلمان يعني نظرا إلى نسبتنا بين السكان. فالمشكلة هي أن المسلمين مشتتين في البلاد، وليست لنا أكثرية إلا في كشمير فقط، في كشمير 64% من السكان مسلمون، ولكن هي ولاية صغيرة على أي حال. أما في الأماكن الأخرى فالمسلمون ليسوا متواجدين في مكان واحد بل هم مشتتين. الهند بلد كبير جدا في الحقيقة، ولذلك يخف وزن المسلمين السياسي. وكانت الأحزاب السياسية في السابق يعني حزب المؤتمر وبعض الأحزاب الأخرى كانت تعتني بالمسلمين، ولكن بسبب هذه السياسة الهندوسية الآن الذي يتزعمها والذي يثيرها لكن معذرة دكتور ظفر، أبقى معك أنت تقول بأن المسلمين مشتتون في ربوع الهند الكبيرة. قد يقول لك قائل أن هذا التشتت يمكن أن يكون من ناحية أخرى ذا إيجابية، لماذا لا يلجأ المسلمون إلى سياسة التكتلات في الولايات الموجودين فيها مع الأحزاب بحيث يعني يعطوا أصواتهم مقابل تحصيل بعض المنافع السياسية المتصلة بمواجهة المد القومي تجاههم؟ لا، هذا يحدث بالفعل، هذا يحدث في الولايات التي تحكمها أحزاب المعارضة، هذا يحدث بالفعل مثلا في ولاية بيهار وفي ولاية بنغال الغربية في ولايات الجنوب، هذا يحدث بالفعل. ولكن في الولايات التي يحكم فيها حزب الشعب فهو يعمل على إحداث استقطاب هناك، ويقولون صراحة يعني كبار زعماء الحزب يقولون صراحة أننا نحن نعتني ب 80%، فإذا كان 80% في جهة و 20% بينهم 15% مسلمين فليست لهم قيمة في الحقيقة في النظام الانتخابي. النظام الانتخابي يعتني ب 80% وليس ب 20% أو 15%، فهنا تضيع أصواتنا. نحن نعم في الولايات التي تحكمها الأحزاب المعارضة لنا وضع جيد في الحقيقة، وهم يعتنون بنا ويحموننا وأيضا يعطون لنا بعض المميزات، هذا صحيح. ولكن في الأحزاب في الولايات التي يحكم فيها حزب الشعب، وأيضا على مستوى الحكومة المركزية حزب الشعب هو الذي يسيطر هنا ويقرر السياسات، وهو يعني حزب الشعب أو حزب الذي يتزعمه السيد مودي، وهو طبعا رئيس الوزراء ويحكم الهند، هو تقريبا ألغى وجود المسلم. يعني لا يوجد في الوزارة الحالية في الحكومة المركزية لا يوجد وزير مسلم، يعني دائما كان هناك 3 أو 4 وزراء مسلمين في الحكومات المركزية، الآن لا يوجد أي وزير، حتى لا يوجد نائب عن الحزب الحاكم. يعني الحزب الحاكم دائما كان له 10 أو 20 عضوا في البرلمان، ولكن السيد مودي أو حزبه لا يرشح مسلمين أصلا. فهذا هو أسلوب التغييب، أن عندما لا تعتني الأحزاب بفئة معينة فهذه الفئة في الحقيقة تصبح مغيبة. طيب، وهنا أختم مع السيد محمد في إسطنبول. الواقع الآن على ما هو عليه، ما المسالك التي يمكن أن يسلكها المسلمون لمواجهة هذه السياسات القومية العنصرية تجاههم، وما خياراتهم في ذلك؟ هو المسلمين في الهند لابد أن يتعاملوا مع هذا الواقع باعتبار الحقيقة القائمة أنهم من أبناء هذا البلد، وبالتالي وهم مكون أساسي من مكونات هذا البلد، لكن عليهم أن يعيدوا البناء من الداخل في مؤسساتهم للمسلمين. كما ذكر الدكتور ظفر، يعني طبعا آلاف من المدارس والكليات والمؤسسات الأهلية التعليمية، عليهم أن يعيدوا البناء من الداخل في هذه المؤسسات، عليهم أن يعملوا على بناء وتأهيل كوادر في مجالات مختلفة مؤثرة في الهند، سواء
سياسيا وإعلاميا وهكذا، عليهم أن يمدوا يعني أيديهم للتواصل مع الأحزاب التي تتبنى خطاب عقلاني معتدل، عليهم أن يكون لهم دور واضح في الإعلام، وإن كان طبعا الإعلام قد تمت السيطرة عليه من قبل الحزب الحاكم وتحويله إلى مجرد ذراع لشيطنة المسلمين والأقليات في الهند، ولكن عليهم أن يوجدوا لأنفسهم موطئ قدم في الحضور العام والسياسي في البلاد، عليهم أن يكون لهم خطاب يتماشى مع هذه الظروف، ينجح في يعني طبعا العبور بسلام من هذه السحابة الطائفية التي نرجو أن تكون سحابة وتمر طبعا، لكن أهم شيء في الأساس هو فكرة بناء الكوادر وإعادة البناء من الداخل، إعادة التواصل مع الأحزاب التي تتبنى خطاب عقلاني، حتى يكون لهم حضور مؤثر يلفت الانتباه إليهم من قبل الأحزاب. يعني سيد محمد، هذه النقاط التي أشرت إليها قد تكون مهمة، لكن هذه ربما تحتاج إلى جسم مجتمعيا سياسيا تنظيميا يجمع شتات المسلمين وكتلتهم بحيث يقدمهم بصورة متماسكة. هل يفعلون ذلك المسلمون اليوم؟ هل يفعلون ذلك؟ هل هم متماسكون تنظيميا ومجتمعيا برأيك؟ هو طبعا للمسلمين العديد من المؤسسات، لكن في أغلبها تعمل يعني بشكل منفصل، ليس هناك التكامل المرجو أو الواضح الذي يمكن أن يكون مؤثر فيما بعد في الخطاب العام والحراك العام في البلاد. على المسلمين في الهند أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم لجعل الأحزاب الهندية تنتبه إليهم وتنتبه إلى كونهم مكون رئيسي، وبالتالي لابد من مراعاة احتياجات ومطالبات هذا المكون. الأحزاب الهندية مع تفشي الخطاب العنصري اضطرت أن تتبنى نفس النبرة العنصرية والطائفية التي سار عليها حزب الشعب الهندي، ووجدوا أنها ناجحة في استقطاب الأغلبية كما ذكر الدكتور نعم. زفر فكرة اللعب على مغازلة الأغلبية الهندوسية، لكن على المسلمين أن يعيدوا تموضعهم بفكرة أن يكون هذه الأحزاب المعتدلة على الأقل تنتبه إلى المسلمين وإلى مطالبهم إلى احتياجاتهم الأساسية نعم. كونهم مواطنين أصليين من أبناء هذا البلد. ولكن أحزاب المعارضة تفعل هذا كما قال الدكتور ظفر. أشكرك، عموما أدركنا الوقت. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين من نيو دلهي الدكتور ظفر الإسلام خان رئيس مفوضية الأقليات في دلهي سابقا، ومن إسطنبول محمد سرحان الباحث في الأقليات المسلمة. والشكر لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.